نحن في مراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالأحداث، لدينا أحداث متطرفين سابقا، منهم من انضم إلى داعش بشكل عسكري وبشكل إيديولوجي، ومنهم من تأثر بإيديولوجية داعش حتى أصبحوا قالب متطرف. الآن العوائل الموجودة في المخيمات، في مخيم الهولوروج، تقوم بتدريب هؤلاء الأطفال تدريب إيديولوجي. طبعا هذا التدريب الإيديولوجي هذا يمثل لمرحلة أولى، ماذا ما بعد هذا التدريب؟ نحن نقول بقاء الأطفال في هذه المخيمات يعرضهم للعنف الأسري، والآن التنظيم بدأ يخطو خطوة خطيرة جدا للغاية، وهي موضوع الاستغلال الجنسي. الآن التنظيم يفكر بزيادة نسلي. طبعا لماذا؟ أكيد هناك خطط يعني. طبعا بالنهاية الطفل بيرجع لمدرسته الأساسية اللي هي الأم أو اللي هي الأهل، فالطفل ما بنلاقي كتير تغيير بسلوك الطفل رغم وجود المراكز التعليمية عنا، بس ما عم نلاقي تغيير بسلوك الأطفال داخل المخيم الهول. احنا شفنا انه لازم يصير لهم اعادة تأهيل بمراكز خاصة بكادر خاص يكون موجود على راس هدول الاطفال، حتى ما هدول الاطفال شوف الله هن بس يتجاوزوا عمر ال 12 او 13 سنة عاد جسديا عم يكبروا، عم بيصير عم يتعرضوا لنوع من ذهنية التطرف اللي موجودة عند الاهل، فبالتالي هن معرضين لكتير شغلات.